أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سيدي يحيى الغرب. حنا اليوم أمام وكالة الكهرباء، هذو الناس اللي كيعانوا دوار حلال البال اللي جاو من الدوار سيدي يحيى الغرب باش يديروا وقفة احتجاجية كيف ما كتشاهدوا معنا من أجل 8 شهور على حسب التصريحات ديالهم. كيقول 8 شهور هما قاطعين عليهم الضوء مع الأسف. كيقول حنايا ما عندناش علاقة بالناس اللي ما كيخلصوش، غادي نسمعوا القصة ديالهم ونسمعوا مجموعة الحوايج هاد الناس اللي اليوم كما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. حنا الان امام وكاله الكهرباء سيدي يحيى الغرب. لكن كما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، حنا الان هذا دوار ساكنين ديال حلالبا اللي كيتواجهوا الان امام وكاله الكهرباء بمدينه سيدي يحيى الغرب. اذا غادي نتكلم مع اول السلام سيدي. شنو السبب هو انقطاع الضوء. نعم. لاننا حنا شحال وحنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا وما بغاوش يعطيوها لنا شحال من باب دقينا. شنو الحقوق ديالكم اللي كتطلبوا؟ الحقوق ديالنا حق واحد كنطلبوا حنايا في هذه الحياه هو الضوء والماء. نعم. انتم جايين من دوار يا دوار زين؟ دوار 10 دوار 10 حلال باش الشماليه. حلال باش الشماليه. نعم. لا شحال انتم قاطعين عليكم الضوء؟ دابا حاليا 8 شهور. واخا حاولتوا انكم تشوفوا المسؤولين؟ حاولتوا انكم؟ حاولنا ندخلوا في موافضات مع سياده المدير، دخلنا بزاف امور، دخلنا ان سياده النائب دخل علينا، دخل الشيخ، دخل المقدم. نعم. وحتى ما بغى يدير معنا حتى حاجه. الحاجه وحده اللي كنطالبوا، حنا كنطالبوا بالضوء، قال خلاص وخلصناه. انا وحده منهم، حاط لي في الليست اللي عاطيني هو، حاط لي 8000 ريال، من دخلت تحاسبت معاه لقيت عندي 12 100 ريال، الشومه وعيب وعار. واش حنا غنخلصوا كندخلوا نتفاوضوا معاه تيقول لك خلصوا لا ليست، ما كيعطيناش لا ليست جديده، يعطينا لا ليست جديده وعيب وعار. هو ديما مخرجنا لا ليست قبل ما يتقطع الضوء. مي كنهضروا ما كيبغيش يدير معنا حتى حل. حاليا دخلوا عنده ناس اليوم في الحال، دخلوا عنده ناس قال لهم جريوا طوالكم انا ما عنديش. واخا شكون يخلي عند الناس هاد المسؤولين ديال الناس؟ دخلوا الناس شكون يخلي عند الناس؟ انا نجي عندك لا، انا نجي عندك لا، وغادي هو السيد دخل عندك هادو معاه. السلام عليكم. واخا السلام عليكم سيدي، سمعنا على المباشر. مرحبا بكل متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي قناه الشعب. اليوم حنا اليوم كنتواجدوا بسيدي يحيى الغرب نواحي القنيطره. هاد الوقفه الاحتجاجيه ديال الساكنه ديال دوار حلالبا عامر الصفيه. الله يخليك التليفون. فكيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، هاد الناس تفرق التليفون بس التليفون. كيف ما كتشاهدوا هاد الناس كيقولوا ان 8 شهور هما قطع لهم الضوء. غادي نسمعوا قال لك السيد هذا دخل عند السيد المسؤول ديال هذا المكلف هذا الضوء، غادي نسمعوا شنو قال. السلام عليكم سيدي ومرحبا بك معنا وعرش مباركه. كيف ما قلتي لي قبل في الكويس قلتي لي ان احنا رمضان دوزنا مع الداب وما لقينا لا ضوء، الناس كيديروا العاصي وكيديروا الحوايج، حنا ما قلنا نديروا ما نديروا والو. واخا سيدي قلتي دخلتي اليوم عند المسؤول. دخلنا عنده سيدي. نعم سيدي. دخلنا عنده قبل رمضان، دخلنا عنده بعض المرات حنا كندخلوا عنده. نعم. كنقول له بقينا الضوء تيقول لنا سيروا خلصوا، عيطنا للناس تعدم بخير الله، جاو الناس خلصوا. نعم. رفعت الصوت ديالك. نعم. وعدنا باش يطلقنا الضوء، الضوء ما بغاش يطلقوا لنا، دابا خلصنا وما بغاش يعطينا الضوء. هذا السيد تنتقل منا.
مباشره كنتقم منها. علاش كنتقم منك؟ ما عارف مش داخل داخل السياسه. داخل السياسه تنقولها تنعاودها داخل السياسه ما بغاش يعطينا الضوء. حنا خلصنا. انا خرجت الورقه. انا خرجت الورقه فيها 8000 ريال. وديك 8000 ريال ما عندي منها والو، جيت خلصت 16000 ريال، من 8000 ريال جيت عندهم، قال لي ما كيخرجوش يشوفوا المكانة، اش خدمتهم ما كيخرجوش يشوفوا المكانة، هو بغى يعرف الإدارة، وحنا نجيو خدمتنا ونجيو نجيبوا لهم هما عاد، هو شوية هو كيخلص الشهرية ديالو، هو الشهرية ديالو كيخلص خاص يخرج يراقب، واللي ما بغاش يخلص الضو عنده خدمته، يقطع له الغيط يحيدوا له، وإلا طلعوا كاين السلطة يتحمل المسؤولية ديالو، هو هذا بغينا حنا نديروا خدمته، تيقول سيروا تعاونوا معايا سيروا ديروا خدمته، واش قالت في الإدارة نتعاون معاك؟ واش انا موظف غنمشي نقلب لك انت موظف انا موظف ما يمكنش انا نمشي نتعاون معاك انا دخلت هادو ميرار تيقول لي تعاون معايا انا خدام في الاداره وتيقول لي هو جي تعاون معايا انت وهو في الاداره هو خاصو عنده الخدمه ديالك خدمته خصو يتعاون نمشي خدم واش حنا خدمتنا نقولوا تعال ديرها معنا ما يمكنش نقولوها له خصو هو يتحمل المسؤوليه هو كيطلب منكم انكم الخدمه ديالهم ديروها انتم دابا كاين الناس ميتين كاين الناس ميتين تيقول لك هادوك خصهم يخلصوا واش الميت غنمشي نخلص عليه واش يجيبوه من القبر عاد ولدو ولدو فارق عليه من النهار الاول ولدو فارق معاه من النهار الاول فارق عليه ولدو غادي يخلص عليه ودو فارق لي من نهار الاول غادي يخلص عليه ما يمكنش ودو مات خدمة الدين معاه ما يمكنش ما كاينش في القانون هذا ودو مات ما الدين معاه تيقول خاصك تخلصوا عليه الميت واش غنمشي نفرضوا عليه نخلصوا عليه هذا ما كاينش في القانون هذا السيد عنده ضغوطات تا ينتقل منا هذا المدير عنده انتقال ديال الضغوطات هذا مسؤول بدون نعم مسؤول دول كينتقل منا بالعربي تعرف هذا داخل في السياسه ديال الصوت ما كاين ما نخبيه داخل في السياسه ديال الصوت نعم هذه القضيه هذه بغيت نسولك عليها وهذه مساله مهمه وانت داخل القضيه في المساله ديال الانتخابات ومسائل ديال الله يخليك على الله واخا سمح لي واش قبل الانتخابات كانت هذه المشاكل كان عندنا ما كانش ملي ترشح الوعفور ملي ترشح الحيز اللي في الحزب ديال الحمام بدون داكور بدون الاسم الله يخليك بدون قولي لنا من ترشح هذا المرشح الجديد ترشح مرشح اخر ونجح نعم علينا الضوء من تما وحنا بطلنا الدوله اليوم الان من ديك الساعه وحنا وكيقول لك ما غدويوش لا اليوم لا غدا ما غدويوش نعم. جينا الاخبار ما غدويوش نعم اشنو درنا حنا مخلصين وجينا عنده دار معنا نهار الجمعه باذن السلطه قلنا حلوا ليه الباب قال يخرج قلنا ليه الباب خلاه يخرج قال لي موعد ديالي الجمعه يكون عندكم الضوء هاد الجمعه هادي فات هاد الاثنين ديال اليوم هاد الاثنين ديال اليوم ما كاين والو حتى ما كاين والو السبت وما كاين والو دابا ما بغاش يخرج عندنا كاع بإيدو السلطة بإيدو السلطة دخلنا عنده السلطة قلنا خليه وخلنا نجي عندك لا نعم السلطة غنديروا معاه حل خليه يقول لك واش غادي معاكم خرج بينا هو على السبت ولا الاثنين عطينا الضوء ما كاين حتى حاجة حنا كنتعذبوا لا ما لا الضوء الخضرة كتخسر لينا وليدتنا مراد المرأة ديالنا عندها السكر فاش دير داك الدواء ديال الثلاجة فيها باش الضوء نعم ما كتعرفش فاش دير الصباح كترمي كتجيب الخضره من لا هي ولا غيرها المواطن كان كيجيب الخضره من الشبكه خامجه وكترميها حنا كنصيروه وهي كترمي وكلشي غلا حنا محنا راه لا مالا ضو لا كسيبه تشرب لا بنادم يشرب لا باش يضويو لا دراري لا شي حفظو ما كايناش هذه راه انتقال هذا منا راه انتقال ودعوا الله وعاش الملك عاش الملك واخا اجي اجي الله ها انت يا باغا مرحبا ها انت راني نسمعوها كامله تفضلي ليلى اول حاجه عاش الملك عاش الملك عاش الملك الله الله الوطن الله الوطن الملك حنا مغاربه وكنبقاو مغاربه وكنتشبتو بالمغربيه ديالنا وما غيحيد علينا حتى شي واحد كما كان النوع ديالو ولكن هادشي اللي دار لنا هاد المدير هذا هاد المسؤول هاد المسؤول هذا ما تيتقبلوا لا عقل لا واقع تيدخل شي فشي هي كاينه انا اللي كان افتراضات ديالي ان كاينه واحد الشركه جديده غادي تدخل وبيع السهم ديالو لهذيك الشركه الجديده وتصفي الحسابات ديالو ولكن كتصفي الحسابات ديالك كل واحد اللي عنده شي حاجه يخلصها ماشي تتزيدهم هما مهرسين وانت تتزيد زاد الماء زاد السكر زاد هادي وزيد عاوتاني انت تمشهور راه كفايه الا كنتي كتنتقم راه انتقمتي اكثر من القياس عاش الملك وحشومه حشومه ان شهر الغفران اللي كنا كنترجوا فيه انك طلق لينا الضوء وجانا نصلي فيه وصلي فيه الناس ما صلاوش حشومة عليك وحرام عليك وتصفيات ديالك في الحسابات ديالك راه ما عندك لا حسابات لا حتى شي حاجة ومع كامل احتراماتي ليك لأنك كتبقى مسؤول وغتبقى مسؤول رغم كامل احتراماتي ليك كنعاودها أنا كنهضر على العامية لأن هادو مغاربة أنا مغربية هادو خوتي وكيما يضروا هما تنضروا انا غير حشومه وخلاص شحال انتم مقاطعين لكم الضوء دابا 2 شهور درنا المحاوله الاولى
قالوا لنا بلاتي شويه كنا تيقولنا بشويه كنا تيقولنا بشويه كنا بلاتي سيروا اليوم غدا كاينين واحد الجماعات تلقوا ليهم الله يسهل عليهم هما ولكن حنا لا تعذبنا حرام عليك انتم شحال من دوار قطعيكم الدواء دابا تقريبا بقاو لينا ثلاثه ديال الدواور اللي مقطوعين ممكن تكون الاسماء ديالهم الله يخليك كاين دوار 10 وكاين شي بيان دوار 10 في واحد ديال سي يحيى الغرب اه سي يحيى نعم كاينه الحلالبه كاينه نشيبيين كاينه دوار 10 حتى هما راه كيتسماو علينا ما يقدرش كاين اللي جا منهم كاين اللي ما جاش منهم نعم نعم واخا لا غادي نمشي عند واحد السيد اللي عنده مشكل نعم سيدي شنو المشكل اللي كاين مشكل حنا هضرنا سيدي عليهم هما يهضروا انا صافي انا تملي واخا كملي مشو عند المراه اللي لابسه كحل اجي لا اجي لا نسيت اجي لا اجي لا مواد كحل من الصباح هي باغا تهضر اكل لا شنو باغا تقول نعم ولكن على المباشر لا على المباشر زي طبتي منا باش نجيو ونديرو المباشر معاك لا مرحبا لا السلام عليكم وعليكم السلام لا سيدي حنايا ما كنطالبو حتى بشي حاجه كيف ما قالوا الاخوات الله يخليكم اخوان الله يخليكم على المباشر حنايا الله يخليكم نعم لا كما قالوا الاخوات اللي من قبل حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه الحق ديال هاد الناس كاملين جايين هنا كاين اللي سامح في خدمته كاين اللي مسكين خدام كاين اللي مخليه وليداتها في الخطر كتجي لهنايا ولادها صغار ما يمكنش غتجيب ربعه الوليدات باش تجي لهنا على قبل الضوء جينا في رمضان ووعدونا غيعطيونا الضوء ما عطوناش الضوء جينا دابا حاليا ما كاين حتى شي استقبال جينا من قبل جيت انا من قبل جيت انا والزوج ديالي باش نمشيو عند سعاده المدير نقول له شنو السبب ديال الضو زعما ما كاينش وحنا مخلصين الضو يعني مادام حنا مخلصين الضو بغينا نعرفوا شنو السبب علاش كما قالت الاخت من قبل ما كيعطيناش لا ليست جديده كيعطينا لا ليست قديمه هضر معنا بشي حاجه جديده عطينا شي حاجه اللي بلوجيك ما تعطينا شي حاجه اللي ما كايناش يعني كما كيقولوا الاخوات كاين بصح من قبل الناس اللي حلفوا علينا الضو في الحلال بالضبط ما يجيش ودوار 10 علاش لان هادشي داخل في انتخابات انا كنقولها كنعاود نقولها هادشي داخل في انتخابات مادام كاين الناس اللي من قبل ما نجحوش في انتخابات تقموا منا حنايا مش ميجيناش الضو لان رمضان مثلا علاش الضو ما يجيناش في رمضان علاش مثلا انا مسافره جايه مصابره باش ندوز رمضان مع دارنا لا ما كاينه لا حاجه بارده لا حليب كل يوميا ندي بلاصه باش نتقدم علاش هذا السبب يعني السبب هو ان كاينه النزاعات بيناتهم يعني حنا الوليدات مثلا اللي كيحفظوا الجامع مدرسه ما فيهاش الضو بزاف يعني انا ماشي الوحيده اللي كنعاني كاينين الناس الافات تعانيوا كاينين الناس اللي مساكن ما كيعرفوش كيفاش يوصلوا مثلا الهضره ديالهم كاين الناس اللي مساكن ما لاقينش كيصبنوا بالفراكه كما قالوا الاخوات من قبل واش باقي شي واحد كيصبن بالفراكه عندنا الكسيبه ديالنا ما لاقيه ما تورد اللي ما كنشريوه قسما بالله العلي العظيم لان الله احسن من الامه كامله يعني علاش هذا الشيء كامل حنا كنعيشوه حنا كنعيشوا المعاناه واخا هذه المساله سمح لي قطعك قلتي لي الماء واش قطع لكم الماء والضو ولا كيفاش والله ما عندنا الماء لا الماء والضو ولا كيفاش الماء والضو واش انتم ما عندكمش ديال الماء والضو مع بعضهم كيفاش فاهمين هذا يعني الوطني للماء خليها الماء الماء كيخدم بالضو عندنا الشاطو عندنا الشاطو ديال الماء تيخدم بالضو دونك الشاطو اللي كيخدم بالضو الشاطو كيخدم بالضو ما معنى اسمحي باش اسمحي لي الضوء مقطع ما يمكنش ما يخدم اذا كان خصني الضوء باش يخدم الشاطو دونك باش هكا حتى المتابعين حتى المتابعين باش يفهموا والناس مسؤولين باش يفهموا بمعنى انكم المشكل فهمت بمعنى المشكل كاين ديال الضوء هو اللي كاين نعم يعني كاينه موتور كاينه موتور كيبلاصيه يعني كيعطي الناس به الماء ذاك الموتور ما كافيش يعني مثلا اللي قراب اللي قراب كيوصل لهم الماء اللي قراب حيت مخدم ذاك الشاطو نعم خدام غير بالموتور اللي قراب كيوصل لهم الماء واللي بعاد ما كيوصلش لهم الماء بينما انا كيخدم بالمازوت نعم زائد المازوت ساعه مجانيه واش غيكفى ثلاثه ديال الدواور الماء ساعه مجانيه حنا في دارنا مثلا ما تيكفاناش الماء ساعه مجانيه في دارنا عاد عيك في الدوار كامل ثلاثة دواور نشيبيين نشيبيين ودوار 10 والحلالبة زائد ان المازوت غالي واش هاد الناس شنو منين غيجيبوا الفلوس بحال دابا اليوم شحال من واحد خدام سامح خدمته جا لهنايا يعني ما يمكنش وحنا بغينا شي حل يديروه معانا انا مثلا مخلصه ما مخلصاش اجي دير لي المكانه واحد اخر ما مخلصش اجي دير خدمتك ما يمكنش حنا غنديروا هاد الشيء يعني انت اللي خاصك تحمل المسؤوليه ديال هاد الشيء حنا ما يمكنش هاد الناس كاملين غيتحملوا المسؤوليه ديال واحد انت اللي خاصك تحمل هاد الشيء حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه كنطالبوا جلاله الملك كنتمنى هاد الشيء حتى شي واحد
حيت هادشي بغينا يوصل للعالميه، يوصل سيدنا ويشوفوا سيدنا. حيت شي واحد 2022 باقي كيدوي بالشمعه، 2020 كنشربوا ما كنلقاوش الماء ما نشربوا، راه عيب وعار. حتى البهيمه ما لاقيه ما تشرب، راه عيب وعار. حسبي الله ونعم الوكيل. كيف ما سمعتوا معنا متابعين الافاضل، حنا اليوم كنتواجدوا بسيدي حي الغرب كما كنشاهدوا معنا هاد الناس ديال اللي جايين من الدوار ديال عشرة ودوار حلالبة، ايضا دوار حلالبة عشرة ودوار الشمالية كيف ما كتابعوا معنا. فهما كيطالبوا من المسؤولين انهم يدخلوا في اخر وقت ويطلقوا من الضوء، كيقولوا بان 8 شهور هما مقطعين عليهم الضوء. فشكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء، وكنتمنى لكم انكم تبارطاجيو لان كنستحق تبارطاجا، وإلى اللقاء.